مليارات من الأحداث تجوب الكون بفضائه المعتم الفسيح، وأكثر هذه المظاهر جمالاً وسحراً وإثارة للعقول هي الكويزرات أو ما يعرف بأشباه النجوم. الاسم غريب مع هذا القدر من الطاقة الهائلة، آلاف المرات من مجرتنا ونقول أشباه نجوم. هذا هو السؤال، إذن من أين جاء اسم؟ جاء اسم شبه نجم أو كويزر. في البداية في الخمسينيات عندما رصدت هذه أشباه نجوم، ظنها الفلكيون أنها نجوم في مجرتنا تصدر إشعاعات في مجال الطاقة الراديوية، وعندما رصدوها بالتلسكوب وجدوها نجوم خافتة فظنوا أنها نجوم من مجرتنا. عندما اكتشفوا أن طاقتها أكثر بكثير مما نعتقد قالوا توقفوا، هذه ربما ليست نجوم، فسموها أشباه نجوم. هكذا عتمة أطراف الكون تبددها أشباه النجوم، أما رصدها ودراستها تعطينا فكرة أعمق عن تاريخ البداية لهذا الكون.